إذن بعد ما شفنا هالإعلان الرائع لمهرجان لبنان المسرح الدولي للمرأة بدورته الرابعة أو لمونودراما المرأة على المسرح، مؤسس المسرح الوطني اللبناني تيرو بينصور وطرابلس وبيروت وعدد كبير من المهرجانات بمشاركات عالمية ومهرجانات ناجحة، ضيفي السيد قاسم اسطنبولي عبر زوم. صباح الخير قاسم، يعطيك ألف عافية. صباح الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. يعني نحن تعودنا دائما ان طول دائما نحكي على كل المهرجانات مع حضرتك ونعرف الجمهور دائما انه يجي على سور وعلى طرابلس وان شاء الله قريبا على بيروت. هيدا شرف كتير كبير لي، يعني اسم الله عليك، انت شخص اكتف بشكل نشيط بشكل كتير كبير، عطيت روح جديدة كمان للمسرح من خلال كل الجهود اللي عم تقوم فيها مع فريق عمل كبير، طبعا يعطيكم ألف عافية وجهود شخصية على أغلبها. مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمرأة بدورته الرابعة بين 28 و30 حزيران 6 المساء بمدينة طرابلس، وتكريم لكبار الشخصيات وإحياء ذكرى الفنانة النجمة العظيمة طبعا فريال كريم، وتكريم لبنتة منى كريم، وطبعا كمان ختام اللحام، يعني النجمة ختام اللحام والقديرة. تفضل، شو بتخبرنا عن هالمهرجان قاسم؟ يعني هذه الدورة الرابعة من هذا المهرجان اللي انطلق بال 2019، كان بالبداية كان بسور، فهذا المهرجان هدفه انه يحتفي بالمرأة بشكل عام ويشجع اكثر مشاركة المرأة بالمسرح. نحن هذا اللي بحاجة له دائما، يكون في هذا النوع من الجميع يشارك بالمسرح، والهدف من هذا المهرجان انه كمان يضوي على القضايا المتعلقة بالمرأة من خلال المسرح والاعمال المسرحية المختلفة. لهذه السنة على الرغم يعني من كل الظروف الصعبة، لأنه في عروض عربية مشاركة من الإمارات ومن تونس ومن الجزائر وكمان عروض من لبنان. هذا المهرجان حيكون على 3 أيام بمدينة طرابلس، وتحية للمرأة، تحية للمرأة الجنوبية وللمرأة الفلسطينية وإلى المرأة عموما بكل العالم لنضالاتهم وتضحياتهم، وتحية لصمود أهلنا بالجنوب لكل اللي عم بيعانوا. نعم. فهذا المهرجان متنفس وعم بيقدم تحية طبعا للممثلة الراحلة القديرة فريال كريم، وحيكون في تكريم طبعا للممثلات القديرات الممثلة منى كريم والممثلة ختام اللحام اللي هن كمان ضيوف المهرجان، وتكريمه رح يكون بيوم الافتتاح للمسابقة الرسمية لهذه الدورة الرابعة من مهرجان لبنان المسرحي اللي من الدراما. نعم. المرأة، هل مشاركة المرأة على المسرح وحيدة؟ يعني الأعمال اللي رح نشوفها معظمها المرأة عم تأدي عدة أدوار، يعني عدة أدوار من خلال عمل واحد ووجودها على المسرح لفترة طويلة، هل موضوعه بدأ بموضوع معين أو في عدة مواضيع رح نشوفها رح تطرح من خلال أعمال المشاركة؟ هلأ عموما المواضيع مختلفة، يعني عم تحكي عن مواضيع بتعاني منها المرأة بحسب البلاد اللي جاي منها. يعني في عنا مسرحية بيا من تونس، عنا مسرحية المتشردة من الجزائر، وكمان عام تاني اسمه العلب من الجزائر، ومسرحية فالنتاين من لطلاب أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وهذه الأكاديمية المهمة عربيا اللي بيتعلم فيها طلاب من كل الدول العربية وبيتعلموا بشكل مجاني، فهذا الشيء عظيم انه كمان يكون في طلاب، إضافة إلى عرض لطلاب تيرو للفنون بعنوان حفل زفاف. فيعني هذه العروض السيدات يعني اللي عم بيقدموا هذه العروض عم يتناولوا موضوع العلاقة بحرب غزة، العلاقة بمعاناة المرأة من خلال المجتمع أو تحسين القوانين أو نظرة المجتمع لها، أو تغيير المفهوم عموما بمعنى المساواة بين الرجل والمرأة بمختلف الميادين، إن كان مجال العمل ولا إن كان حتى العلاقة يعني داخل الأسرة الموجودة. بالعادة كمان بيشارك معنا عروض من خارج لبنان، فهالأسبوع اللي بلشوا يلغوا يعني العروض، منيح اللي بقي عنا هيدي العروض لا نقدر نكمل النهر. يعني كم عرض في عنا البرنامج بيمتد على 3 أيام، بكم عرض، بكم عمل؟ خمس عروض مسرحية، العرض الافتتاح رح يكون عرض من تونس، والعرضين الباقيين عنا عرضين من الجزائر وعرض من الإمارات وعرض من لبنان، فخمس عروض مسرحية رح تتنافس على مسابقة المهرجان اللي هي أفضل ممثلة، أفضل سينوغرافيا، أفضل نص مسرحي، وجائزة لجنة التحكيم طبعا اللي هالسنة بتضم لجنة طرابلسية
الكلية، نعم. الدكتورة جمال حسن والدكتورة هند الصوفي والدكتورة هند غريب. فهذه اللجنة يعني طرابلسية بامتياز، وجهنوا التحية، وطبعا تحية للجنة اختيار المهرجان الفنان عمر ميقاتي والأستاذ صلاح عطوي، نعم. وأعضاء طير للفنون حسام خطاب، إسراء عليان ومحمد سعيد. نعم، تحية لكل لجنة التحكيم، وتحية لدكتور جنال حسن كمان صديقتنا. ليش اخترت طرابلس مش سور أو بيروت كمحطة لهالمهرجان بالتحديد؟ هلا نحن بالعاده بننقل المهرجان يعني على المناطق، وهذا الشيء اللي صار السنه الماضيه. عملنا يعني كان على 4 ايام، يومين بسوريا يومين بطرابلس يومين بسور. يعني بسبب الوضع الامني ممكن ما نقدر نعمله بسور، يعني هذا كمان ما نعرض الفرق اللي جاي حتى الجمهور، لكن نحن مستمرين بسور بعملنا مع الورش اللي عم نقوم فيها لاطفال وشباب النازحين من المناطق الحدوديه، وعم ندرب يعني بشكل دائم. بس يعني ما قدرنا لوجستيا ننقل المهرجان للأسف. إن شاء الله المهرجان القادم، مهرجان طرابلس المسرحي، رح ننقله على بيروت إن شاء الله بافتتاح سينما الكوليزيه. هلأ نحن عم نروح كمان، صحيح. بشكل يعني نتنقل بين هالمناطق. هلأ بيروت الشباب المقطوعين عم يشتغلوا، إن شاء الله من هون لثلاث أشهر بنعتقد إنه سينما الكوليزيه بتكون جاهزة لتستقبل ونعمل مهرجان بيروت المسرح الدولي، هيدي التظاهرة المنتظرة لنعمل كرنفال بشارع الحمراء ونحتفل نحن وكل المسرحيين بلبنان والخريجين والطلاب ليستقبلوا هذا الفضاء المسرحي الجديد اللي راح يكون مفتوح دائما لهم ليقدموا أعمالهم، ليكون في مقهى ومكتبي ومسرح وسينما. نقدر نفعل اكثر تنقل بين المناطق، يعني اللي عم نقوله منه بعيد عن الموجود بسور وطرابلس، نعم. الهدف انه اكثر يتفعل العروض بين المناطق والمصري يتجول. مطلوب مننا نحن نروح لكل الاماكن لنقدر نعمل مسرح، وخصوصا للناس اليوم اللي عم بتعاني او عم بتضحي بحاجه لبلسم جراحه، وهذا الشيء عم نعمله مع اهلنا بالجنوب. نضلهم على القليل يحسوا بشوية فرح، يحسوا لا. بوجودهم، ويضل المسرح متنفس لهم. هل في صورة رح منشوفها لنقل أعمال الراحل القديرة فريال كريم؟ في شيء رح ينعرض ببداية المهرجان؟ صحيح، رح نعرض يعني تقرير مصور قعدناه تم إعداده عن يعني الراحل فريال كريم، وبيحكي عن الحقبات المهمة بحياتها وأعمالها المسرحية العديدة، ويعني مثل شامل تاريخ من المسرح. يعني اليوم هيدا اللي بنشوف، هيدي صورة لبنان، هيدي الناس الكبار. فريال كريم كانت قاسم مسرح أو دراما أكثر؟ مسرح أكثر يمكن. هلا حتى هي عندها اعمال غنائيه، عندها اعمال مسرحيه، وعندها اعمال دراميه، يعني ثلاثه قدرت تشارك فيهم بشكل كبير، ولكن يمكن انتشارها اكبر كان دائما التلفزيون او الدراما هي اللي بتنشر اكثر الممثل باعماله، ولكن اكيد هيدا اللي بنقول هي ممثل شامل، لانه نجحت بثلاث يعني بثلاث محلات، ان كان على صعيد الاغاني ولا ان كان على صعيد المسرح. فأكيد هي تاريخ ومهم الجيل الجديد يعرف اليوم فريال كريم اللي عاصرت العصر الذهبي للبنان، نعم. وللمسرح وللحركة الكبيرة. اليوم لبنان برغم كل الأزمات نابض بالمسرح، الحركة مهمة ببيروت، كل المسارح ببيروت فعلة، وحتى المناطق السنة طرابلس كل المؤسسات الثقافية بنشوف قديش عم تقدر تعمل أنشطة مختلفة، إن كان كتب، إن كان شعر، مسرح ورسم وفنون تشكيلية وسينما، نعم. هذا شيء مهم. هذا عم نتحدى الحرب اليوم، الفن هو عم بشكل مقاومة ثقافية بكل أشكالها، وهذا نحن بحاجة لأنه اليوم أنه نضلنا نقاوم بالفن ونفتح هالمسرح للناس. يعني تكريم منى كريم مع حفظ الألقاب القديرتين منى كريم وختام اللحام، هل رح بيكون من خلال عمل معين أو تكريم من خلال أعمالهم يلي مرقت على السنوات الماضية؟ كمان رح نعد يعني تقرير مصور عن تجربتهم الغنية، طبعا بوجه لهم تحية لأنه يعني رغم كل الظروف أنه حبوا يكونوا معنا بطرابلس، ونحكي عن تجربتهم، وحيكون في يعني كلمات بحقهم، كلمة المهرجان وكلمة لجنة التحكيم، ورح يكون في تكريم من خلال عرض هذا الفيديو، ومن بعدها رح يكون في يعني دروع تذكارية لألهم باسم المهرجان، وتأرخ لمسيرتهم، نقول لهم تحية لجهودكم ولعطاءاتهم
ولرغم كل شيء يعني نشوف الممثل القديري ختام لحام قديش ذيك اليوم شفناها كنا انا واستاذ عمر بشارع الحمراء قديش بعدها مؤمنه بالمسرح. نعم. قالت لي بدي اجي اعرض بسلمى الكوليزي وان شاء الله بدي شارك باعمال مسرحيه. فهذا بكبر القلب. تحيه لمنى كريم كمان اللي لما حكيناها وانا لما احتفي بالوالده قديش فرحت قديش كبر قلبها انه نحن اليوم عم نستذكر هيدي الكبار. نعم طبعا اسم تيرو سور او المسرح الوطني اللبناني صار صيته بيسبقه واسمه بيسبقه بالفعل بالاعمال الناجحه والعريقه، صرته يعني تريد مارك، نسر الذهبي للمسرح اللبناني باللي عم تعمله قاسم بجهودك وجهود فريق العمل. نحن بنتشكرك لاعاده احياء المسرح في لبنان من خلال هالمهرجانات العديده خلال السنه، ما عم تكتفي بمهرجان واثنين وثلاثه، عم بيكون في لكل المناسبات مهرجانات بمشاركات عالميه. اخر سؤال لك، نكست ستيب اللي عم تحضر لها شو هي؟ رح نحكي عنها قريبا ان شاء الله. هلا كل مره بنحكي انا وياك بنقول شو رح نعمل والحلو. نعم. عم نطلع عم نرجع مع بعض بتسائل. رح يكون ان شاء الله مهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر بدورته الثالثه. نعم. وهذا اللي عم نحضره مع عوده طبعا سينما الكوليزي، وبشهر 8 من 24 ل 27 رح تشهد طرابلس عاصمه الثقافه العربيه. نعم. هالمهرجان المسرحي العربي اللي رح يشارك معنا عدد كبير من العروض المسرحيه العربيه وشخصيه مسرحيه ان شاء الله من مصر رح تجي تحتفي بهذه المدينة العظيمة. فتحية من الجنوب للشمال لبيروت لكل مناطقنا اللبنانية، نضلنا نقاوم بالفن ونصمد بكل وجه أي محتل وكل حدا بده يأذي هالوطن، بس صحيح. لبنان هذا عظيم بجهود شبابه وناسه. تحية لكم ولاهتمامكم طبعا دايما بالأنشطة. إن شاء الله يعني حلو كتير اللي عم بيتحضر لقاب، وحلو كتير اللي رح بصير هلأ طبعا بحزيران. أنا بتمنى أنه أقدر أكون معكم كمان بشهر آب من 28 ل 30 حزيران 6 المساء، كونوا على موعد مع هالمهرجان، مهرجان لبنان المسرحي الدولي المونودراما للمرأة بدورته الرابعة، تكريم للراحل القديرة فريال كريم وللقديرتين الله يطول بعمرهم منى كريم وختام اللحام، وعدة أعمال بين الإمارات بين الجزائر بين لبنان وبعد في كمان بلد يعني تونس. خمس أعمال خمس عروض رح بتكون، ورح يكون في اختيار أفضل ممثلة وأفضل عمل طبعا من خلال لجنة التحكيم المكونة من ناس إلى نظرة كتير كبيرة بالمسرح وخبرة بالمسرح طبعا بعاصمة شمال لبنان طرابلس. تحية لطرابلس، تحية لقاسم. ثانك يو. تسلم، شكرا.